اهلا بيكم في اول فقره حواريه في حلقتنا النهارده، الفقره اللي منورنا من خلالها كابتن ايهاب المصري مهاجم منتخب مصر السابق، واللي هنتكلم معاه في حديث مطول على قد ما الوقت يسمح لنا، يعني بطبيعه الحال حوالين كتير من الامور المتعلقه بالنادي الاهلي، واكيد لازم هنتكلم كمان عن المنتخب. صباح الفل عليك يا كابتن. صباح الفل، اخبارك ايه؟ كله تمام؟ الحمد لله. الحمد لله. تعالى نبتدي بالاهلي بعد اذنك، وخصوصا في ضوء المستجدات اللي حصلت في الفتره الاخيره فيما يتعلق بجلب مدرب او مدير فني جديد، والصفقات اللي استجدت، وفكره نظام التدريب اليوم الكامل، حاجات كده عايزين ندردش فيها. نبتدي بأني تفصيله؟ طبعا يعني قدوم او استخدام مستر كولر للقياده الفنيه للنادي الاهلي هو سي في محترم، واسم في عالم التدريب في سويسرا اسم قوي جدا وسي في قوي. طبعا كانت لازم يكون في رده فعل قوي جدا من مجلس اداره النادي الاهلي بعد الاخفاق اللي حصل في وخساره كاس مصر وبطوله الدوري، و حتى الاختيار اللي ما كانش موفق في سواريش، فكان لازم الاداره او مجلس الاداره يرضي طموح الجماهير ويرضي طموح هو كمجلس اداره في التأني في اختيار سيفي محترم يقدر يقود سفينه النادي الاهلي للانجازات من جديد والبطولات من جديد، فكان لازم يختار اسم قوي في عالم التدريب، فكان وقع الاختيار على كولر. اعتقد في حاله تفاؤل عند الجماهير، جماهير النادي الاهلي في دعم دلوقتي موجود عند جماهير النادي الاهلي، على عكس الفتره اللي فاتت كان في غضب شديد وكان في بعض الانتقادات الموجهه من جماهير النادي الاهلي للاداره او لمستر سواريش قبل ما يمشي، لكن دلوقتي اللي انا شايف ان جمهور النادي الاهلي رجع تاني داعم للقرارات، داعم للاعيبته، داعم للجهاز الجديد، وده اللي كان مفتقدينه الفتره اللي فاتت، وده اللي انا اتمناه من جمهور النادي الاهلي الفتره اللي جايه كمان يستمر على سياسة الدعم اللي موجودة. بنشوف الدعم موجود على صفحات التواصل الاجتماعي أو السوشيال ميديا موجود، وده اللي أنا طالبه من جمهور النادي الأهلي الفترة اللي جاية، لأن لعيبة النادي الأهلي والجهاز الفني محتاجة دعم جمهورها يكون في ظهرها. فمستر كولر هو اختيار جيد جدا للنادي الأهلي، أتمنى طبعا التوفيق ليه. موضوع اليوم الواحد هو كان يتمنى يكون في معسكر، على اساس المعسكر هو يقدر يكتشف اللعيبه بشكل افضل، يكتشف العناصر الجديده، يكتشف العناصر اللي هي القديمه اللي موجوده عنده كمان بشكل افضل واوضح بكتير من خلال تطبيق اليوم الواحد اللي هو بيعمله دلوقتي. القياسات كمان اللي اتعملت من النادي الاهلي، يعني هو يمكن كان في حديث جمعني بدكتور صلاح المسؤول عن القياسات او المستشفى اللي النادي الاهلي عمل فيه القياسات، وقال لي ان كان النادي الاهلي اتاخر فترة كبيرة أو بقاله فترة متأخر، لأن كان لازم يتعمل القياسات دي من موسمين ثلاثة فاتوا، لكن طبعا لتلاحم المواسم والمسابقات والبطولات فالنادي الأهلي ما كانش بياخد راحة، لعيبته الأساسية أو القوام الأساسي بتاعه ما كانش بياخد راحة، فما كانش في فرصة إن أنا أعمل فترة راحة سلبية كبيرة، أعمل قياسات عشان أبدأ فترة إعداد من جديد طبعا. وده اللي النادي الأهلي خسرت بطولة الدوري، لكن بسبب الخساره لبطوله الدوري وراحه اللاعبين ممكن اجني ثمارها الفتره اللي جايه بشكل كبير جدا. صحيح. يعني انا بعد خساره الدوري انا ما كنتش ضد راحه اللاعبين الاساسيين او راحه عدد كبير جدا من القوام الاساسي او الفرقه كامله كانت ريحت كمان وخدت الراحه السلبيه بتاعتها، اعتقد ده كان شيء ايجابي جدا. صحيح. هنشوف وهينعكس الشيء الايجابي ده هينعكس الفتره الجايه على لعيبه النادي الاهلي، لان هي دي اهم صفقات للنادي الاهلي من وجهه نظري. عودة القوام الأساسي أو عودة اللعيبة الكبار في النادي الأهلي اللي بيعود عليهم الجماهير وبيعود عليهم أي جهاز. صحيح. فني بيمسك النادي الأهلي، هي دي أهم صفقات. مش الكلام مش يعني برضو عشان الناس هتقول إن احنا بنتكلم الكلام ده، اللي انت بتقوله ده كلام منطقي على فكرة، مفهوش مبالغة. السوق المحلي، خلينا نتكلم بقى بصراحة وبوضوح، السوق المحلي كله مش هتلاقي لعيبة أفضل من لعيبة النادي الأهلي. لعيبة النادي الأهلي هي دي اللي خدت بطولة أفريقيا، هي دي أبطال الدوري، أبطال كأس، هي اللي راحت كاس العالم انديه وخدت ثالث العالم، هي دي اللعيبه. لكن اللعيبه دي كانت وصلت لمرحله صعبه جدا من الارهاق البدني والذهني والفني وكل شيء، كان وصل لحاله لقمه الهرم زي ما بنقول، فطبيعي جدا يحصل يعني تراجع في المستوى شويه. لكن الاسم الكبير واللعيب الكبير لما يريح وياخد راحته وياخد الاستشفاء بتاعه الكامل، هو ده اللي هيرجع يؤدي الاداء هيرجع المعتاد منه طبعا، لكن مع بعض التدعيمات. هي دي بقى اللي انت بتقوله ده كابتن ايهاب، يعني في اجابه ضمنيه على بعض الناس اللي بتقول ان الثلاث صفقات اللي استجدت في النادي الاهلي مش كافيه قوي. اعتقد ان اللي انت قلته ده في اجابه بشكل ضمني على ما هو الناس ممكن تفتكر انا طالع دلوقتي في القناه عشان اقول الكلمه، لا. هو لو احنا فكرنا بالعقل والمنطق كده،
ما فيش افضل من اللعيبه دي موجوده في السوق المحلي. لا ورونا مليون اماره سابقه على قدراتهم وعلى امكانياتهم. بالظبط كده صحيح. لكن وانا كمان مش كل موسم لازم اجيب 10 صفقات 11 صفقه مش بالكم طبعا. هي بالكيف صحيح. انا عايز ايه، انا محتاج ايه. يعني وبرده من وجهه نظري ان الصفقات المحليه لا انا عندي وممكن لو طلعت من الناشئين هيقدر يأدي لي بنفس الاداء بتاع اللعيب المحلي، لكن اللي بيفرق هنا الكواليتي بتاع المحترف. طبعا دي الصفقات اللي المهمه جدا بالنسبه لي، هي دي اللي بتفرق فريق عن فريق، هي دي اللي بتعمل افضليه الفريق، هي دي اللي بتخلي يعني الكواليتي اللعيبه المحترفه في النادي الاهلي زي ديانج، علي معلول، بيرستاو مع تحفظ كتير من الناس عليه، لكن بيرستاو لما بيكون في حاله فنيه وبدنيه وعنده جاهزيه تامه واستعداد تام اعتقد بيفرق كتير جدا مع النادي الاهلي. بص بيرستاو من الناس المحيره، لغز محير حقيقي. ليه؟ لانه وبالذات مع بدايه ظهوره واول مشاركاته مع النادي الاهلي ولع الدنيا بالمعنى الحرفي، يعني ما ننساش حتى الاهداف الجميله اللي سجلها واللي صنعها والرقصه الشهيره الاحتفاليه بتاعته، يعني ورانا اماره زي الفل في الاول، بعد كده تلاقي المستوى يهبط، بعد كده فجاه يفاجئك بعوده مره ثانيه. التذبذب ده يعني التذبذب ده ممكن رايك ممكن يكون نتيجه ايه؟ ما انا بقول لحضرتك ممكن هو يكون ما عندوش الجاهزيه الفنيه والبدنيه، احنا دايما كنا بنشوف اصاباته كمان بتقعد فتره كبيره جدا. بتطول. فواضح ان هو بدنيا برضو عنده مشاكل، فلما يتجهز كويس او انا لو انا اشتغلت عليه وعملت له القياسات البدنيه بشكل كويس وشفت هو محتاج ايه، عنده نواقص في الناحيه البدنيه المعينه مثلا، هشتغل عليها. لو اديته فتره الراحه وخد فتره راحه كويسه جدا اعتقد وهيرجع الاسبوع الجاي ان شاء الله باذن الله هيكون جاهز تماما للمشاركه. وعلى فكره نفس المثال اللي احنا بنتكلم عليه اكيد مع اختلاف التفاصيل، بس الكلام ده الى حد كبير ينطبق حتى على اليو ديانج شخصيا. تمام. يعني في ماتشات معينه تلاقيه فايق بيبقى مخيف مخيف مخيف، وده كان اكبر مثال، ما بتحسش بفعاليته. وده كان اكبر مثال في الفتره الاخيره لما في بعض اللاعبين خدوا راحه وهو قاد مجموعه من الشباب كان في وسط الملعب او في وسطهم، لا يعني تحس الفارق كبير طبعًا جدا طبعًا ويرجع لاداء ديانج اللي احنا كنا عارفينه. ده اللي اتمناه، ده اتمنى بعد فتره الراحه وفتره اعداد محترمه مع الراجل وتطبيق اليوم الكامل. المباريات الوديه برضو لازم الجماهير تعرف المباريات الوديه مش مقياس. المباريات الوديه هي الراجل بيشوف هيطبق فكر جديد، هيطبق اسلوب لعب جديد. هو كل مدرب زي كل شيخ وليه طريقه. هو طبعًا. النهارده مثلا هيلعب 4-3-3 ولا هيلعب 4-2-3-1؟ بتتكلم على ماتش النهارده عامه هو الراجل طريقته ايه، هيلعب 4-4-2 3-4-3؟ دي فترات الاعداد وده الشغل بتاعه المباريات الوديه. بيجرب طرق اللعب اللي هيناسبه، اللي هيناسب القماشه اللي معاه دي هيناسبها 3-4-3 4-2-3-1 5-3، ايا كانت الطريقه هو بيشوف من فتره الاداء. ومن هنا الحقيقه بتبرز اهميه المباريات الوديه. بالظبط كده. من ناحيه الاعداديه مش اللي انا ابص النتيجه او مكسب طبعا. جمهور النادي الاهلي والنادي الاهلي متعود ودي رسمي ايا كان، هو عندهم ماتش النهارده ماتش النادي الاهلي والناس كلها مركزه وعندها استعداد، والنادي الاهلي النهارده مطالب اللي هو يكسب 4، يعني ده حال جمهور النادي الاهلي وحال لعيبه النادي الاهلي. يا اخي جمهور النادي الاهلي ده يعني يستحق التوقف امامه وتامله وتأمل خصائصه. الحقيقة إلى حد بعيد جمهور النادي الأهلي جمهور عقلاني جدا، منطقي جدا، بيتعامل بشفافية، مش من الجماهير اللي هي إيه تدفن راسها في الرملة عند اللزوم أو تطلع وتقاوح مقاوحة بيزنطية. لا، منطقيين جدا، طلباتهم وحقوقهم كلها مشروعة. وإلى حد كبير النادي الأهلي عبر التاريخ هو اللي خلى جماهيره بالشكل ده، يعني هو اللي عودهم على الطمع المشروع انجاز التعبير. جمهور النادي الاهلي يعني زي ما قلت لحضرتك وبشبهه دايما بيجيب بطولات، بيعرف يجيب بطولات للعيبته في اوقات اللعيبه في الملعب ويجيب مباريات، في اوقات جمهور النادي الاهلي جمهور المدرج الحقيقي بقى بتاع النادي الاهلي اللي اتربى عليه اجيال كبيره جدا يقدر يجيب النادي الاهلي وهو في اسوأ حالاته في الفنيه في اللقاء. جمهور النادي الاهلي كان يقدر يرجعه للقاء تاني، كان يقدر يفوق اللعيبه، كان يقدر يخلي انفجار كبير جدا داخل الملعب لاداء اللاعبين وعودتهم متاخرين. يعني انا مباريات كتيره جدا مثلا النادي الاهلي كان يكون متاخر بهدفين وبفضل جمهوره وحماس جماهيره اللي في المدرج وبفضل الروح اللي موجوده. ما الروح اللي موجوده هي الروح مش عند اللعيبه بس، ما هي روح الفانيله الحمراء مش موجوده عند اللعيب بس، هي موجوده عند الجماهير. هي اصلا مستمده هي من مستمده منين؟ صحيح. هي جايه من فوق، جايه من المدرج اللي هو ملوش مصلحه،
يعني هو الراجل اللي قاعد وبيدفع تذكره او بيجي بيجيب ابنه وشايل ابنه على كتفه عشان يروح يتفرج، هو ملوش مصلحه غير اللي هو يشوف النادي بتاعه الفرقه بتاعته اللي دايما مفرحاه في افضل حال ودايما كسبان. وده يعني برضو شفتوا الفتره اللي فاتت جمهور النادي الاهلي اعترف ان في داعم واقف وقفه بعد خسارته للبطوله طبعًا. عارف اللي عنده تقصير، حس اللي هو مقصر كمان، حس اللي هو جه شويه على لعيبته، جه شويه على مجلس ادارته، سمح يعني سمح للكل يخلي النادي مستباح لاي حد. فهو عارف النقطه دي، فلا وقف، لا احنا غلطنا صحيح. او احنا كان في فتره احنا مثلا ما وقفناش جنب، لا انا هفضل دايما سيف ودرع للنادي بتاعي. هي كل التحيه والتقدير طبعًا والاحترام طبعًا لجمهور النادي الاهلي العظيم في كل مكان جوه مصر وبراها. طبعا على ذكر الصفقات، ايه تقييمك للصفقات الثلاثه اللي استجدت مؤخرا في النادي الاهلي؟ طبعا اثنين منهم من سيراميكا كليوباترا، وطبعا التاتش البرازيلي بقى اللي اضيف مؤخرا برونو سابيو. بص انا عايز اتكلم يعني عن صفقه شادي بالاخص، يمكن شادي حسين كان انا حاسسها شويه، يمكن صفقه شادي يمكن القريبين مني او جمهور النادي الاهلي القديم شويه هيعرف ان انا من اكتر الناس اللي حاسس بصفقه شادي حسين. الاسباب هقولها دلوقتي يعني. يمكن شادي حسين من جمهور النادي الاهلي، شادي حسين ابن المدرج. طبعا ده ضغط كبير على شادي، وهو لعيب يستحق التواجد يعني برضه عشان نديله حقه، هو يستحق التواجد في النادي الاهلي. شادي نعرفه او متابعه من خلال الممتاز مع فريق سيراميكا من فتره كبيره جدا، اداء ثابت اداء قوي، محور اداء فرقه سيراميكا كليوباترا. منذ صعود سيراميكا كليوباترا شادي حسين اداء قوي جدا، اداء ثابت، مهاجم صريح بتلاقيه يمين او شمال بتلاقيه بشكل قوي جدا. ربنا يحميه يا رب ويبعد عنه الاصابات، قوه سرعه مهاره فينش على الجون بشكل كويس جدا. فشادي من الصفقات المهمه جدا الاضافات. ويكفي ان انت بتقول انه من جمهور والمدرجات، فمعنى كده ان مساله الروح خلاص مفروغ منها. ما هي دي بقى، هو حلم كان بيحلمه من زمان، حلم كان بيحلمه من سنين، كنت بقعد في المدرج عشان اشجع الكيان الكبير ده كله، فانا بقيت دلوقتي جزء من الكيان فعلا صحيح. في الملعب واللي انا كنت معاهم عشان اشجع اللعيبه دلوقتي هم كمان هيشجعوني انا. طبعا شادي لاعب بروح المشجع، لاعب بروح المدرج، اتمنى له كل التوفيق، اتمنى يكون عند حسن ظن جمهور النادي الاهلي، اتمنى جمهور النادي الاهلي يكون داعم بقوه لشادي حسين لان شادي يستحق الدعم، وشادي ان شاء الله باذن الله هيكون صفقه قويه جدا جدا ومنتظره وهتفرق وتصنع الفرق مع النادي الاهلي. ده بالنسبه لشادي حسين. فيما يتعلق بقى بمصطفى ميسي وبرونو سابيو هستاذنك لان لازم نطلع الفاصل ونرجع نسمع تقييمك ورؤيتك ليه. اتفضل. شيء جميل اعتقد ان هو يرفع من مستوى اللاعبين، يعني ان هم يتدربوا يعني فتره صباحيه وفتره مسائيه، فده شيء كويس هيكون يعني ايه يزود الاحمال البدنيه بتاعتهم للافضل يعني، وده شيء يكون مثمر ان شاء الله ويكون في صالح النادي الاهلي ان شاء الله. الحمد لله رب العالمين انه هذا النظام نظام ما لنا 3 سنين او اكثر الاهلي ما خدش الخطوه دي نظرا لتلاحم المواسم، فطبعا دي فرصه كبيره جدا ان احنا نحاكي على الاقل حتى اللي بيحصل في اوروبا. النظام الاوروبي ان اللاعب مرتبط بالنادي اكثر من ارتباطه باي مكان تاني، في نظام صباحي وفي نظام مسائي، يكاد يكون اللاعب بيقضي يومه في داخل اروقه النادي. فالمدير الفني الجديد لديه رؤيه جديده انا بحييه عليها وسعيد بها جدا. هو حلو جدا لان هو بيعلي كفاءه اللعيبه المجهود البدني حتى ما يتعبوش من اول شوط مثلا او كده. هيجيب نتيجه ما دام الجهاز الطبي عارف الكلام دوت والمدرب فهو بايدهم كل حاجه. المدرب الجديد بصراحه نظام اليوم الكامل دوت احسن حاجه اقترحها، ان هو يعني مشاهم عليها، هم فعلا محتاجين تراجع مستوى البدني بتاعهم، البدني يرجع يقلى تالي. شيء كويس ساعد لعيبه لرفع الحمل البدني عندهم، بيبقى افضل للعيبه حتى الجداد يتداخلوا مع بعض مع اللعيبه القديمه وينصهروا مع بعض ان شاء الله، يبقى مستقبل احسن للفريق النادي الاهلي. نظام جديد هيساعد اللعيبه اصلا في تحسين مستواهم، وان شاء الله السيزون الجاي يبقى احسن واحسن من السيزون اللي فات باذن الله، وناخد الدوري ان شاء الله. افريقيا يا اهلي. طيب يا حضرات، ده كان رأي البعض من جماهير النادي الأهلي في نظام التدريب اليوم الكامل، وطبعا كنا سمعنا من شوية رؤية كابتن إيهاب المصري مهاجم منتخب مصر السابق اللي منورنا في حلقة النهاردة، سمعنا رأيه ورؤيته في نظام التدريب اليوم الكامل.
وقفنا معاه في الكلام عند تقييمه للثلاث صفقات اللي استجدت مؤخرا. اتكلمنا باستفاضه عن شادي حسين. عايزين بقى نعرف تقييمك لمصطفى ميسي ورؤيتك للاضافه اللي ممكن يعملها سافيو برونو في او برونو سافيو الفتره اللي جايه ان شاء الله. بين قوسين كده التاتش البرازيلي. يعني خلينا ميسي الاول. ميسي لعيب واعد، عمل موسم ولا اروع مع سيراميكا، كان عنده شخصيه في الملعب، عنده جراه هجوميه بشكل كبير جدا، عنده مهاره وعنده رؤيه في الملعب. كان بيعجبني فيه وهو في سيراميكا كمان، في معاه لعيبه كبيره ومعاه اسامي كبيره في الملعب، لكن هو اصغرهم سنا، لكن شخصيه مش مخضوض يعني، لا وصاحب قرار في الملعب، بيقف على كورته كويس، بيرفع عينه، بيعدي، عنده زي ما قلت لحضرتك الجراه، لان الجراه اللي انا اروح للمدافع مش موجوده عند ناس كتير. يعني في ناس بتحاول تلعب الكره من بعيد او ما يكونش عندها الجراه اللي هي تروح، هي اللي تروح للمدافع عشان تعدي منه. ميسي عنده النقطه دي. النادي الاهلي كان بيفتقد، يمكن عندنا زياد طارق دلوقتي او في النادي الاهلي موجود زياد طارق، طبعا كان كابتن وليد سليمان موجود الهاوي، فلكن مع النادي الاهلي كان بيفتقد اللعيب الاشول المهاري، اللعيب الجناح الاشول اللي هو يقدر عنده يخش لجوه ويعمل بشماله او عنده المهاره بالناحيه بالرجل الشمال، بيفتقدها النادي الاهلي بقاله فتره كبيره. فاعتقد ان ميسي ان شاء الله يكون اضافه كبيره جدا للنادي الاهلي. لعيب زي ما قلت لحضرتك قدم موسم مميز جدا، نال استحسان النقاد كلهم والجماهير كلهم. كان قبل ما يجي النادي الاهلي حتى كان في اتفاق بين الجماهير كلها ان هو موهبه جديده في الكره المصريه. فاتمنى له التوفيق، اتمنى له الاستمراريه في الاداء، اتمنى الصبر كمان منه، لان ممكن في البدايه ممكن ما تلاقيهوش مشارك، لازم يجتهد في التدريبات، لازم يعرف اللي هو في نقله. والله هي الفرصه جات له على طبق من ذهب، بيلعب في النادي هو او غيره. أيوة فكره طبعًا. ان انت ربنا انعم عليك بنواسع وبقيت لعيب في النادي الاهلي، يا اما تبقى قد التيشيرت اللي انت لابسها، يا اما هيبقى للكلام كلام. ما هو دي فرص ما بتتكررش كتير، كان في كتير يتمنوها طبعًا. فهي فرصه ليه، اتمنى ان هو يستغلها بشكل كويس، يركز في تدريباته ويركز في شغله، وكل التوفيق، ويبعد عنه الرب يعني، ربنا يبعد عنه الاصابات وان شاء الله يكون موفق. طيب ده مصطفى ميسي. مصطفى ميسي برونو سافيو. سافيو طبعا احنا شفنا فيديوهات كتير ليه، طبعا الحكم عليه من دلوقتي او من الفيديوهات انا ضد الكلام ده كله. انا بشوف واحنا مش عايزين نسمع حكم قد ما عايزين نعرف انطباع يعني. انا توقعاتك بالنسبه له ايه؟ الكره البرازيليه طبعا والمهاره البرازيليه والكره البرازيليه الممتعه اللي احنا كلنا اتربينا عليها، حاجه مختلفه تماما، بعيدنا عن افريقيا او شمال افريقيا. أيوة وبصينا في امريكا الجنوبيه. فاتمنى يكون اضافه كبيره، بيلعب يمين او شمال، عنده سرعه، عنده مهاره، عنده دقه في التصويب او في التهديف كمان، عنده شغل كويس على الجون. فاتمنى اللي هو يكون بنفس الكفاءه اللي احنا شفناها في الفيديوهات. اتمنى يكون اضافه فعلا للنادي الاهلي، لان برضو كل ما يكون عندك حلول في الناحيه الهجوميه او في المناطق الهجوميه كتير، يبقى عندك احمد عبد القادر، عندك سافيو، عندك ميسي، عندك شادي، عندك شريف، كل الكلام ده، عندك حسين الشحات طبعا، كل دي لعيبه اصحاب بيرستا، وكل دي لعيبه اصحاب مهارات، يبقى عندك حلول في الجزء الامامي طبعا. في الجزء الهجومي كمان، ده هيفرق كتير جدا مع النادي الاهلي، الحلول الفرديه والحلول المهاريه كان بيفتقدها النادي الاهلي. كهربا طبعا عرضها. كنت لسه هقول لك احنا كنا بندور عليها بشمع الحلول دي كهربا طبعا لفتره مش قصيره. انا بقول لك كهربا كمان وعودته هتبقى اضافه كبيره جدا. فالحلول الفرديه المهاريه اللي بقت موجوده دلوقتي في الخط الامامي عند النادي الاهلي، كان النادي الاهلي في عز ما هو بيحرز بطولات كان مفتقدها. يعني كان مفتقد للعناصر المهاريه اللي عندها حلول فرديه في الناحيه. دلوقتي بقى في وفره في الحلول في وفره الفردية. فاتمنى ان كل ده يسخر لصالح الفرقه، الراجل يقدر يشتغل عليها، يقدر يستفيد بكل المهارات اللي عنده، بكميه المهارات اللي عنده دي، يقدر يسخرها لخدمه الفرقه ان شاء الله. ضربه البدايه الافريقيه هتكون امام اتحاد المنستير التونسي، توقعاتك ايه لهذه المباراه؟ طبعا البطوله الاهم والاكبر والهدف الاكبر والاساسي لجمهور النادي الاهلي هي دوري ابطال افريقيا، والنادي الاهلي طبعا في اخر ثلاث مواسم بيوصل لنهائي بيحرز بطولتين من الثلاثه، فهي البطوله المفضله والمحببه للكبير افريقيا النادي الاهلي. بطوله يعني بدايه مهمه، بدايه قويه مع فريق الاتحاد المنستيري في تونس كمان. بدايه دايما بتكون رساله قويه من النادي الاهلي لكل جماهيره، لكل محبينه، لكل انديه القاره الافريقيه، ان النادي الاهلي راجع وراجع بقوه، راجع بشكل مختلف تماما. طبعا حسابات اللعب خارج الارض دلوقتي برضو بقت خلاص، انت بره او جوه هي الكل انا بشوفها الفريق الكبير او الاسم الكبير او البطل، ما بيفرقش معاه الكلام ده. لكن
ما عدا في بعض الاحيان لما تكون الارض غير قابله للاستخدام الادامي بس زي ما حصل والظروف دي عدت علينا طبعا طبعا كتير. لكن يعني دلوقتي بدايه في تونس اعتقد الملاعب في تونس بتبقى كويسه، اللي هي ممكن المشكله بس ودي بتقابل اللعيبه المصريه عامه، ان المباراه هتكون في الثالثه عصرا. فاعتقد دلوقتي الراجل بيلعب المباراه الساعه 4 النهارده والمباراه اللي جايه هتبقى 4 عشان، والتدريبات لازم تكون في الوقت ده عشان اللعيبه تتعود على الاجواء. لان احنا دايما في الدوريات المصريه او في الدوري المصري او في البطولات النادي الاهلي بيلعب بالليل، فدي بتكون الاجواء مختلفه تماما. فاتمنى ان النادي الاهلي برضو يستمر على نفس المنوال في الفتره اللي جايه، لكن هي البدايه مهمه جدا، بدايه مع منافس محترم وقوي في الدوري التونسي الاتحاد المنستيري. الله ينور عليك، لان في ناس لمجرد ان الاسم ما سمعتوش قبل كده فبتقول لك ما هواش الفريق القوي. انا بقول ما فيش فريق تونسي عموما هيوصل للمرحله دي في البطوله دي غير لما يكون لازم يكون وحضرتك عارف كمان منافسه شمال افريقيا وانديه الانديه التونسيه بتبص للنادي الاهلي من منظور مختلف طبعًا. وبتبقى في مشاحنات وبقى في شد صحيح. في اطار الكوره طبعا او في اطار الرياضه، لكن هي مباراه اتمنى النادي الاهلي يكون بدايه قويه لاستكمال المسيره ان شاء الله في البطوله باذن الله. ما لحقناش نتكلم عن المنتخب يا كابتن، الوقت جري بينا يا كابتن، والكلام عن النادي الاهلي سرقنا يا كابتن. تحت امرك بس ملحوقه ان شاء الله، لازم تكون موجود معانا وتنورنا باذن الرحمن قريب كده، لان انت بتغيب علينا برضو على فكره، بتضرب غطس فترات. هي الفتره اللي فاتت كان ظروف بس التدريب، فانا اول ما التدريب بقى بعد الدور انا تحت امرك على طول. الامر لله، احنا دايما بنسعد وبنشرف وجودك معانا وبنشكرك جزيل الشكر على وجودك النهارده. شكرا لحضرتك. شكرا لحضرتك. طيب يا حضرات اسمحوا لنا نطلع فاصل سريع ونرجع عشان نرحب بحضراتكم من جديد في تاني واخر فقراتنا الحواريه، الفقره اللي هتنورنا من خلالها الدكتوره دينا ابو سعود. خليكم معنا.